لا تحكي على امي هيك يا عصام، امي ما دخلها بلطفيه، امي حرادتها من شان امك لانه متخانقوا سوا. امي ما دخلها، امك كانت الشراره. ليش عم تحكي معي هيك يا عصام؟ لك ايه، امك كانت الشراره الاولانيه، ولولا امك ما كانت حردت لطفيه عند امها، ولا انت رحتي لعند امك، ولا نحن اجينا سكننا هون عند امي، ولا صار اللي صار. هلا صار الحق علي وعلى امي؟ لك الحق عليكي وعلي وعلى امي وعلى ابي وعلى اخواتي. لك امك اجت زياره لعندي. ليش انت ام لطفيه تسوي لك قهوه؟ ليش؟ ما تقومي انت تدبري على حالك وتسوي قهوه لامك؟ ليش؟ والله مو انا قلت لك تسوي القهوه. لك شو لطفيه خدامه لك ولامك؟ خدامه من عمي، خدامه مو انا. لطفيه ستك وست راسك وست عيلتك كلها وست البيت كمان. خلص بوجع أولا عصام؟ أنا بوجع أمي. شو ذنبها حتى تخانقها؟ يا مو ما بصير عم تقول لها لطفية روحي ساوي قهوة. أنا اللي قلت لها ساوي القهوة، وإذا فريال قالت لك غير هيك بتكون كذابة وبدي أصل لها لسانها. كله من هاللتاتة أم شمر ونص نقالت الحكي. يا مو أنا هيك بعد بيمشي الحال مع الدوب، لاقي لي حل بسرعة. أنت لاقي الحل اللي بيناسبك. كلمة واحدة بدي أقولها وبس. شرف انطقها. بدي حصتي من وردة أبي. أنا غير هذا الحكي ما عاد عندي. ماشي يا عصام، رح أعطيك حصتك ولشوف إذا بتكفيك أنت ونسوانك التنتين. قد ما كان، المهم بدي أعيش لحالي. ماشي يا ابني الكبير، رح خليك تعيش لحالك وتنبسط على كيفك. ما بدي استنى كثير يا مو، بهاليومين بدي تنحل قصي، هاجي بقى وجعني راسي. أنا يا عصام إلهي رب السماء. لا تغضبي عليه مرت عمي مشان الله.